أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس بس 11 من دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة العاشرة الموسم، على بالكم موسم الحج، القبائل تسد سي اليمن، سي الجزيرة العربية كامل، يعني من جهة وين قريبة، كل مناطق الدنيا تسد، وفود قبائل وافدة أتسنت إلى مكة المكرمة أيغر الحج، خطر الحجة حاجة شهيرة، بعدين نأتي لها إن شاء الله نشرها في درس من دروس قديمة. ولكن قريش تستثمر هذا الموسم باجتماع الوفود لتحقيق أمرين أساسيين. الأمر الأول هو التجارة، تجارة هذا السوق. أدسنا كل الوفود من دول، يعني من مناطق كثيرة، أدسن البيع والشراء، وصل مرسى مازال تجارة، قلت لحوم تجار مكة تجار المدينة، يعني لباس العالم كويس روحوا غردين، الله يبارك، أليس كذلك؟ كل العالم ولا الثمرات يا أخي. دعاء إبراهيم خليل، رب اجعل هذا البلد آمنا، وفي أي أخرى رب اجعل هذا بلد آمنا وبعدين نرزقكم من ثمرات. صافي قريش تستغل وتستثمر موسم الحج للتجارة، لتنشيط الحركة التجارية. الهدف الثاني باش تقوي مركزها في العالم. مكة، مكة وقال دي قريش، صافي الشان نسن يتسالي يتسعلي يتسمغور ير الجناس هكا. موسم الحج النبي صلى الله عليه وسلم استثمره في عرض نفسه ودعوته على القبائل الوافدة، يوث يوث ذي السنة أني دوك سقوة سنية شحال يخدم الموسم هاكي 26 قبيلة سقوة غروة يعرض نفسه عند القبيلة قروح القبيلة في بعض الأسماء، ثلا قبيلة بنو عامر معروفة، قبيلة بني عامر، ثلا قبيلة بني حنيفة، ثلا قبيلة غسان، قبيلة مرة، قبيلة بني نصر، قبيلة كبيرة اسمها قبيلة بني شيبان، سيسقلون اسمها المثنى، المثنى أدنو الله الرسل إن شاء الله يسعى مواقف عزيزة، المثنى بن الحارث، المثنى بن الحارث، أنو إذا ذلوميس القبيلة ينستقي قبيلة بني شيبان، قبيلة معروفة مشهورة، ألور 26 قبيلة. النبي صلى الله عليه وسلم يروح غرصن يوث يوث قبيلة قبيلة، هذا يوضر غرصن يعرض نفسه باللي نساذ النبي ويتلو عليهم القرآن. يفهم من الشعراء، الشعراء اللي هو الشاعر معروف، الشاعر اسمه سويد بن صامت، وهو شاعر كبير اسمه الشاعر اللبيب، معناه ذا مذيازي سان الحكمة، شعر الحكمة، إلا ذا الطفيل بن عمر الدوسي، لأن الشعراء وأشراف القوم يحدثن بوال اسم سليد السن يون يون، يخدم الدعوة الفردية ويخدم الدعوة الجماعية. لو كان زر ممشي في دران يعني عتسفنت مليح، عتسفنت مليح، لأن وقاذي اقتنع نيس اسمي سلاني القران يعجبسن بلي ولاقي ماشي عادي، نثني اصحاب البلاغه واصحاب الشعر واصحاب اللغه، صافي تميزن فهمن بلي ولاقي ماشي ذوال الشعراء، ماشي ذوال مذيازن، ولكن وقاذن لان وقاذي وقاشين لو كان امشي اذروميس القريش ورمي النرايس نكوني لو كان انا منيس أن سعوث عذوث يراك القريش كل شيء حسابه حسابات. لنت القبائل استعرف بلي وقي ما يكون إلا نبي وقاذن، لكن لو كان أن سعوث الخصومة أن سعوث عذوث أكذ قريش إيه ما لخطيك. لنت القبائل سقارن قريش تحبس فينا التجارة، صافي تسقاذن الله غالب المصالح، المصالح وعرفت لي زانتيريا يا جماعة الخير، سولتو ماكش مديري من تجارة وكذا، الغشيد تسول العقيدة تسولك.
النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على هذه القبائل الوافدة 26 قبيلة ردوه، وكان أبو لهب يتقفى أثره. أبو لهب أجي إذ بعيثا ديلا أبو لهب يرد عميس ماشي ذيون إفعاذا القبيلة غن يروح أصني غر شوية القرآن أدي أدي أبو لهب بس يتسمن ثارة سيقر كذاب سيقر لو كان ذنب النبي تسيذت ذنو كن يرى من ياس إن كذا عميس ثيثة ذمنا قيث وارا ثيثة ذمن توار صافي كيسني خدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ييأس هذا المراد، هذا مقصد آخر. ماذا نتعلم؟ نتعلم على الأقل دروس أذكر على سبيل المثال. الدرس الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب، يغلسل الإسراء والمعراجة يغلط بقوة عجيبة، يعني سبحان الله صفية من رحلة جي رحلة استئناس فهم ضيف كاس ضرب بالقوة يبوي ثرغوراس فرض في الصلوات ما كانت زرام والصلاة تجي في انزلة كثيرة فرضت في المعراج في رحلة المعراج لعلو مقامها كل العبادات وكل فرضت في الأرض ما عاد الصلاة فرضت في السماء في رحلة المعراج. لذلك يغاد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك كان يتخذ الأسباب. إزمال سيني يا ربي هذه قيم ريف الكعبة سيني هدوداك وقذي ديوسانا سقواسان الزورن أخذ الموسم الحج أكل ملان وكل وفود أما سي اليمن أما سي الجزيرة العربية أما سي الطائف أما سي ديوسانا ولكن كان يتخذ الأسباب. ونحن نتعلم هذا الدرس معنى قرنك الإنسان لا يجوز له شرعا أن يتكل على الأسباب، لا يعني لا يهملها ولا يتكل عليها. وإلا قال ذهم الأسباب وإلا قال ذي تشل ذغف الأسباب، إنما يتكل على رب الأسباب ويتخذ الأسباب. أمو فلاح أذي الزرع أذي شرز في كذا قيل الأسباب من بعد أذي تسلغ في ربي أردي السمغين هذا فلا واحد مشاكين كي تسلغ ور الزرع ور شرزغ ور مقرغ غلط ثقي ماشي تسكال وقي اسمي تواكل تواكل اسقار. والشيخ الشعراوي الله يرحمه يعجبين بولي نساش كيف إنك قول القلوب تتوكل والجوارح تعمل إفس نظر نقر ويك خدما ولا ونتسيالا ولا قال خذ ما بول أتكضي فوس صح؟ يو الموري خدمارا ستاد يرنحي نتسيلا صفدر الخذ ما بوليس إفكاتي إفاسنيس نغيظارنيس غلط الجوارح تعمل والقلوب تتوكل سيلا غفر ربي سولي والتوكل في القلب محله القلب ولكن القلب يتوكل على الله والجوارح تتحرك عملية حركية تعمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب فيعرض نفسه على الوفود. الدرس والسين الدرس والسين أنه كان يتلو القرآن ممكن في دعوتنا عندك يغل الحال إلى قد تفضل سوى لرب سبحانه. قال الله تعالى أزرت من الأئمة ذي الخطب مثلا أذي فذو بعد المقدمة قال الله تعالى في كتابه العزيز سوى لربي بعد أول في صلى الله عليه وسلم وبعدين يحلل ويشرح وإلى آخره ويستنبط. وكذلك المفتي أيضا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا. نبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن الكريم في جميع الوفود اللي اجتمع بهم يبدأهم بالقرآن الكريم يقول أنا نبي مرسل وقد أنزل الله علي يقرأ ما تيسر كل مرة شو الآيات دي غرف لسن. فقد درس آخر نتعلمه درس آخر عدم اليأس. النبي صلى الله عليه وسلم رسالة لم ييأس. لماذا؟ لأن اليأس ليس من عقيدة الإسلام. أي غر ربي ند ولا تيأسوا من روح الله في سورة يوسف
ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك نكون أمة الأمل، ولكن الأمل الصادق هو الذي يدفع إلى العمل. أما اليأس فإنه يقتل الفضائل في النفوس. السرم انتثت وين الصواظن فافيس باش هذي يخدم، مثل ياس ما يصدغ أولون أذكوني فالدم وذحبسني فالسن، كل شيء يحبس داين لا ياس ييس بنادم لا ياس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأس، ورب سبحانه فتح عليه. ماذا حصل؟ المهم رب سبحانه مرحلة أخرى نتكلم فيها، وهي بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى يصدرهت من الخزرج، خزرجاجي قبيلة من القبائل، وثلاثة قبيلة أوس سعن معركة جرسن قديمة ثعذوث أشحال ثلاثة عذوث جرسن ير الأوس وكذ الخزرج 120 سنة ذي القرة، 120 سنة ذي القرة يرسيني ذرمان الأوس أكذ الخزرج. إفكاد ربي ذي بيعة العقبة الأولى ربي هذي يسدي النبي صلى الله عليه وسلم شحال 12 9 سي الخزرج 3 سي أوس يخدم السن البيعة، بيعة العقبة الأولى ذي السنة رقم 11 من الهجرة النبوية. أمنا إفكاس البيعة ذي بين مكة ومينا إلى ما كان اسمه العقبة، بيعة العقبة الأولى سميت هذه البيعة بالمكان شو مكاني عند الظرا أما كان صلح الحديبية ذو مكان الحديبية عادة تسمين العقود تسمين الأحداث البيعات وكذا سوم كان دذرة ذي العقبة اسم بيعة العقبة الأولى في قدرة السنة 11 للهجرة. أمشي ثني بويع النبي صلى الله عليه وسلم يظل فاسم بعد مي يومنا لنويو أمزوارو أي تهجين الهجرة قلت سوثار جماعة الخيرة يكو التمهيد الهجرة النبوية إهجاد الهجرة النبوية مدسارة كنكس العثاب صد تخطيط إلى آخره. بيعة العقبة الأولى السنة 11 الهجرة إناس النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني أي فكم البيعة أي بايع ميت عهدم على ألا تشركوا بالله شيئا ثم زوال ستسع وستسر ثلاث شريك يا ربي تقيد الصح ثم زوال ثلساس في السنة ثين سوف تسكر مالا تسرقوش ولا تقتلوا أولادكم خاطر كانوا يقتلون أولادهم إما كما قال القرآن إما من إملاق لا تقتلوا أولادكم من إملاق ثلال الآية النظام لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أكا جماعة الخير إلا هنا ذي أقواذ أذين غراويس أخطر دي جاي اللوز يخوص صافي ميديول وقرودة ثينا وسرتو الماء في قشيشين وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لأنه قد سجلت الدنيا 2015 لأنه قد يخدم لنا لافورتمون وقد شوف النبي صلى الله عليه وسلم إناس نغطر أما كدني الآية لا تقتلوا أولادكم من إملاق لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أتفضيون لباس بي ولكن يقاذ كان اللاز يقاذ بعد 20 سنة ذي اللاز ذي كان ذي يخدم الجريمية ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه يعني التحريم يعاهدوه على أنه ما يدلوش لا البهتان ولا الافتراء بين أيديكم ورجلكم ولا تعصوا في معروف إلى آخره فبايعوه على ذلك بويعنت الله يبارك. ولكن بعد نهاية الموسم 12 يشقعي السن أول سفير في الإسلام
اسمس أول سفر الإسلام مي مصعب بن عمير إشقعيث السن. أول سفير في الإسلام هو الصحابي الجليل مصعب بن عمير. صافي يداد السن سمكا يروح يسنغ المدينة المنورة. ذا شو ذا ميسيون إكسعى باش يعلمهم القرآن، خاطر نسيلك النبي صلى الله عليه وسلم صافي يحفظ القرآن الكريم يدي نزل عبر 10 سنوات القرآن دي نزل أنعامه القرآن المكي 11 سنة يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ونسيل ذي مكة مصعب بن عمير مصعب بن عمير. فبالتالي القرآن إكساء في السيوض ما شمثور إلا فلاش ديسك إلا النقل المباشر إلا صافي السفير هو أول سفير يروح. اثنين يعلمهم أحكام الدين صافي هو راه سفير معلم. ثلاثة أيضا يهيئوا للموسم القادم أسقوس 12 الموسم وايض إلى قزاذن. هذه المهمة نتاع مصعب بن عمير أسقوس وايض الله يبارك أشحال قلنا كذن في صلاة يسلم 73 ديدان 73 أو كذ سنة تلاوين معنى سقوسني عدان 12 السقوس قديت الدون ذا شو لو بيلون ريكولتي ديوي مصعب بن عمير او كذو قادي لاني يدس 73 او كذ سنة تلاوين صافي المجموع 75 75 واحد وسند الى الموسم ذينا ذي العقبة ولكن هذه المرة تسمى في السنة الثانية تسمى ببيعة العقبة الثانية بيعة العقبة الثانية وكذاكي مرة عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلي إناس تبايعوني نص البيعة تبايعوني على السمع والطاعة دقي يسير النفو السمع والطاعة في المنشط والمكره يعني ذي اليسر نغ ذي مثوعر نغ السهل ذي الفثنة نغ ذي المحنة نغ ذي المنحة كل وقت في المنشط والمكره إناس والنفقة في العسر واليسر المال المال يعني ماشي قال تؤمن وخلاص الحمد لله هذا السنة مازال دائما المسلمين ينفقون في سبيل الله فلنتي معمرين يعني الجوامع وغند المصاحف صدق نعاونيك لين والى اخره الانفاق خاطر ربي يقول انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إناس والنفقة في العسر واليسر. عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما جهز وحده وحدس جهز ثلث جيش العسرة ثلث أنتير كم واحد يجهز الجيش جيش يعني كامل انسى الثلث انسى يثي جهزن ذا شو سين النبي صلى الله عليه وسلم إني ما ضر عثمان ما يفعله بعد اليوم ما ضر عثمان ما يفعله بعد اليوم دين في كيس النبي صلى الله عليه وسلم الضوء الأخضر إني النبي صلى الله عليه وسلم النفقة في العسر اليسر وكذلك تبايعوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطر ثقيل ذي الساس دغن الدين كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هكا وتؤمن بالله وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم يعني ما دين قال الرسول قال الله قال الرسول لا تخافون في الله لومة لائم معنى تصدعون بكلمة الحق الدين من الحق وتعليم الشانس وعلى أن تنصروني وإيث نصرم مادة صغر وروان غال المدينة خطر وقذا قيد الأنصار تثر وقذا قيد الأنصار وقذا قي في كنس البيعة بيعة العقبة الثانية واد سوجدن ذي المدينة الهجرة ذي نهجر الصحافة ذي هجر النبي صلى الله عليه وسلم كما سنشرح في الدرس القادم إن شاء الله إني أسنو على أن تنصرني فتمنعوني إذا قدمت عليكم ما لو سيغدر وروان مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأولادكم وأبناءكم أتحار في الفلي وإثم الصرم أكنث الصرم مما ننون ذا ثلوين ون دريانون فبايعوه على ذلك ولكن أنا سيك شاد فكض يا أخي نكني أكوين يدنظن قبليث في مقابل ذلك ذا شاد فكض وسنين نرى كنوي الأنصار
ما إلا يوضغن الغروان ثنصرميي الخلفاء صغر والمرم ثنكيني الخلفاء نقادة الجيوش صغرون القيادة للجيوش صغرون على بالكم بيني وبينكم كاش ما لقيتو خليفة من الأنصار الخلفاء الأربعة من الأنصار لا لا كلهم من مكة من المهاجرين أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب وكذا مرة قيادة الجيوش خالد بن الوليد هل هو من الأنصار؟ ما هوش من الأنصار أبو عبيدة عامر بن الجراح يسن بعده هل هو من الأنصار؟ لا هو من سبحان الله الأنصار وربينا ولا ذيوث للخلافة ولا القيادة ولا والنبي صلى الله عليه وسلم أسمي سنان إيش ذا شغد في كال نقول لك نقفل يأكل بلودة قيد النظر نقفل إثنت كلها إناس ولكم الجنة تفرى واحد تفرى كل شيء يكفو أما القيادة أما الخلافة إناس النبي صلى الله عليه وسلم ولكم الجنة لذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمدح في الأنصار وتصل أحاديث صدق شرق حديث البراء حديث البراء قال سمعت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن وردين الآية دين ربي في حق الأنصار يمدسان المهاجرين يا خير بيهضر في الأنصار يحبون من هاجر إليهم سبحان ولذا دائما في دائرة المحبة ممكن الأنصار يستقبلون المهاجرين أسنف كنت مورث وأسنف كنت زمورث وأسنف كنت كلش ولكن ثمرة وقال كان يعني سي بلو فور سينين داين تسمد مرحبا يسون شكوع الراس لو كوين ديبوين داين ولكن المستوى العالي انسان انهم يحبون من هاجر اليهم فكان سن الحماله تم زواروث قلنا ناس مرحبا لعسلامه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشو دينا في حديث البراء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله هذا وكذا لم كان الأنصار وإثني حمل سوى المؤمن وإثني كرهان سوى المنافق وين إثني حمل إثني حمل ربي وين إثني كرهان إثني كره ربي إن شاء الله يجعل الله ربي يقول لك يحمل الأنصار والمهاجرين وجميع الصحابة رضي الله عنهم وحديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إند آية الإيمان حب الأنصار يعني أحاديث كل مرة مكتبت ديو الصغينس ذاك إند الأنصار لا يحب من المؤمن ذاك إند آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وجه حديث أنس رضي الله عنه وعن جميع الصحابة لذلك جماعة الخير في خاتمة لقاء اليوم أدنيني باللي تضرى بيعة العقبة الأولى تسد بيعة العقبة الثانية عهده 75 بين الرجال والنساء ومن بعد وقذقي أرى يروح نغى المدينة المنورة بشد هجين الهجران النبي صلى الله عليه وسلم ذوال أرد يسن إن شاء الله تعالى ذي الدرس ويض ما يرضى ربي سبحانه سمحتي مطولة في اللون أرثي من الليث سلام ربي في اللون.